مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إحنا معاك. وحشتوني من السبت اللي فات، والنهاردة زي ما عودناكم كل حلقة بيبقى فيه موضوع مختلف وبيبقى فيه فقرة مختلفة بنتكلم بيها عن موضوع بيشغلكم وبيهمكم. زي ما عودناكم الفقرة الأولى بتبقى موضوع الحلقة، والفقرة التانية بتبقى حالة استثنائية. الفقرة الأولى النهاردة بتاعتنا هتتكلم عن موضوع جديد وموضوع محدش لسه اتكلم عنه في موضوع الطب والعلاج البديل، وهو العلاج بسم النحل، وهتكون معايا ضيفة في البرنامج. والفقرة التانية هتبقى معايا موضوع مهم عن ما يقال وما يدور عن شم النسيم وتداعيات كورونا اللي هتأثر عليه بعدين. فابقوا معنا، منتظر مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقامنا اللي هتنزل على الشاشة. وفي البداية بحب أرحب بضيفتي العزيزة الباحثة داليا عرابي، الباحثة في الطب البديل والعلاج بسم النحل. أهلا وسهلا يا أستاذة داليا. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية كده أحب أدي خلفية عن موضوع العلاج بسم النحل. ده حاجة أنا أول مرة عن نفسي واسمي يعني في مجال الطب والعلاج الطبيعي، بس أنا أول مرة أسمع عن العلاج بسم النحل. ادينا كده خلفية عنه، إيه تاريخ معرفة يعني إيه تاريخ العلاج بسم النحل ده أصلا؟ هو بيرجع تاريخ سم النحل دوت للقدماء، قدماء المصريين، يعني العصر الفراعنة. عصر الفراعنة والطب العربي. وفي كتب، يعني في كتب من منذ 2000 عام في عند الصينيين كانوا كاتبين عنها، وأبو الطب أباقراط كان كاتب عنها، والطبيب جالينوس كان كاتب عنها. ده في الطب القديم. الطب الحديث كان عام 1888، كان في طبيب نمساوي اسمه يدعى فليب. هو الطبيب دوت كان يعني هو اللي استقر بمعاوية علي كان بن احد السبت. الاطباء المشهورين جدا في فيينا، فجات له حمى روماتيزمية. فالطبيب دوت عن طريق الصدفه قرصته نحله، عن طريق الصدفة قرصته نحلة. قرصته نحله، فلقى نفسه في بقى في 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 تطور في الحاله، وبدا يعمل ابحاث ويعمل دراسات سريريه ويجرب على ناس كتير جدا. طب هي قرصة النحل دي ما سببتلوش ضرر يا أستاذة داليا؟ حضرتك انت ما تعرفش قرصة النحله دي فيها ايه؟ لا ما اعرفش، عرفيني واعرف المشاهدين. ما تعرفش المواد الفعاله اللي في سم النحل دي عامله ازاي. تمام. فيها ماده اسمها ماده الميلاتين. الميلاتين، ماده الميلاتين دي بتحفز الجسم ان هو ينتج الكورتيزون الطبيعي، مفيش اي اثار جانبيه، اللي بيعمل كعامل اساسي للجسم ان هو يعمل ريكفري، عمليه استشفاء. فيها الادلوبين، الادلوبين دوت بيعادل الترامادول، مسكن للجسم. في اضعاف، يعني مفعوله اضعاف اضعاف مضاعفه من المورفين. طيب ايه السيمترية بتاعة العلاج؟ يعني انا دلوقتي هعالج، او انا دلوقتي جاي لحضرتك ان انت تعالجيني من مرض ما، وده اللي هنتكلم عليه بعدين في موضوع الامراض. انا دلوقتي عايز اعرف كيفية العلاج. بتستخدمي ادوات ايه؟ العلاج بيبقى ايه؟ انجكشن ولا بيبقى بشكل أولاً مطهرات ولا ايه؟ الحالة عشان تيجي بيكون شخص اشعة تحاليل، انا مش بشتغل عشوائي. يعني حضرتك مرحلة ثالثة بعد الأشعة والتحاليل. مرحلة تانية. أنت مرحلة تانية. المريض مثلا تشخيصه كذا، التحاليل كذا، تبدأ بناء عليه. المرض بتتعامل مع المرض، كل مرض ليه بوينت معين على الجسم، ليه جرعات معينة على الجسم، ما هو مش عشوائي. في مسارات طاقة في جسمك، في نقاط معينة بتشتغل عليها، فكل مرض ليه بوينت معين على الجسم. أذكر إن في صور للبوينت اللي موجودة اللي إحنا بنحقن فيها. تمام. موجودة معانا، يا ريت الإعداد يحضرها لنا. زي ما احنا شايفين كده الخريطة اللي احنا بنحقن فيها أستاذة داليا بسم دي النحل. منافذ الجسم على الديو اللي هو العمود الفقري. بضرب من اول سي 7. عندك سي 7 اخر فقرة عنقية، اخر فقرة عنقية لغاية اس 2. طيب المكان اللي انا حضرتك بضرب فيه دوت، يعني لو احنا شايفين دلوقتي على الشاشة دي مثلا تي 1 مثلا، لو يبقى في مشكلة في العظام احقن في البوينت دي، ولا النقطة دي بتوصل للعظام والرئتين؟ المشكلة في العظام هي سي 7 التي 1. طبعا بتحقن في النقطة ديت. لو عندي مشكلة في الطحال او المعدة او العضلات، بحقن في الجزء اللي هو متشرع عليه. ايوه تمام. يعني كل منطقة وليها البوينت اللي انا بحقن فيها، كل منطقة وليها البوينت بتاعها، وكل مرض وليه جرعاته، وكل مرض
وليه فتره علاج بتاعته. اي مريض او اي مرض بتعمل له فايل معين. طب بيعالج امراض ايه يا استاذه داليا؟ السمنه، امراض العظام طبعا 99% امراض الروماتيزم والروماتايد. يعني هو رقم واحد الروماتيزم والروماتايد، مفيش يعني هو واحد روماتيزم والروماتايد. امراض الجلد، امراض الجلد صدفيه، بهاء، اكزيما، وما شابه ذلك. الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي بيتكلم عن الربو والحساسيه والسعال المزمن والحاجات اللي هي بتتعلق بالجهاز التنفسي. هو كمان دي حاجه طبيعيه، يعني حاجه ملهاش اي اثار جانبيه. حاجة ملهاش أي أثار جانبية، دي بوينت مهمة. ملهاش أي أثار جانبية، يعني يعتبر الأثر الجانبي الواحد اللي هي اللسعة أنت بتحس بيها. بس. ودي بنقدر نتلاشاها، إن أنت بتحط لها كمادات بعد كده أو بتحط لها أو أنت بتحط التلج قبل ما تتعمل، تلج عشان تخضر المكان، عشان ما يحسش باللسعة بس. لكن لا برش بنج موضعي ولا بحقن ولا أي حاجة. أنت مجرد ما ترش بنج أو سبيرتو بيتفاعل مع المادة اللي أنت بتحقنها، بيكسر لي. لا، يبقى أنا كده بوظت الدنيا. ما ينفعش. طيب دي حاجه طبيعيه ملهاش اي اثار جانبيه. طيب يعني احنا دلوقتي بنتكلم بننحصر في الروماتيزم، الروماتايد، امراض الجهاز التنفسي، الامراض الجلديه. على ما اذكر الاربع امراض دول. طيب هو ملوش تاثير او يعني فعاليته، مش ممكن نتعمق شويه نقول امراض الدم، امراض الكانسر، ما بيساهمش حتى ولو بجزء بسيط في علاج الامراض دي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. هو في امراض الدم هو ثبت لو حضرتك حقنت مريض في اماكن متعدده من الجسم وعنده كانسر. لا مش الكانسر دلوقتي، انا بتكلم عن الدم. بيعمل تخطر للدم، بيساعد الكبد على معانا صوره لضغط الدم المرتفع على الشاشه. البوينتات ده بوينت بيتحقن فيه. اشرح لنا كده يا دكتور الموضوع بيبقى ازاي في الصوره دي مثلا، عشان المشاهدين يبقوا فاهمين احنا بنحقن ازاي. احنا بنحقن لو هيبقى لسع نحل، انا بجيب النحله مباشره وبوقفها على البوينت دي. وبيتم لسع. لو هيبقى حقن هي النحله بتبقى واخده الاوردر، معلش، بتاخد ولا هي بمجرد الحته اللي بتقف عليها بتلسعها. الحته اللي بتقف عليها بتلسعها. او بنحقن عن طريق سرنجه انسولين. سرنجه انسولين بتبقى رفيعه جدا، هي فيها 100 وحده، هي يعتبر كلها سنتي. تمام. على حسب، مثلا بتبدا الاول بخمسه وحده مع الحاله. تمام كده، وبتبدا تحقن في الاماكن دي. تاني يوم بتزود الوحدات شويه. الاماكن اللي انت شايفها دي عندي ثلاث بوينتات. عندي ثلاث بوينتات في الظهر، في لوح الكتف على جانبي، انا شايف كده، وفي بوينتين في القطنيه. أيوة. وفي بوينت في المقعد. أيوة. ده الاماكن اللي انا بضرب فيها، بتحقن فيها، بحقن فيها او باسلط النحله نفسها ان هي تلسع او تقرص في دي البوينتات اللي انا بضرب فيها. طيب نرجع تاني لموضوع امراض الدم والكانسر. تمام. الكانسر هو في احد الاطباء رحمه الله عليه، ناجي ثابت الله يرحمه، وكان طبعا يعني بروفيسور في المجال ده. كان كتب في كتابه ان كان في مريض كانسر وحقنه حوالين كان عنده كانسر ايه، دم ولا عظم؟ كان ورم. ورم. حقن حوالين الورم ده. عمل على تباطؤ نمو الورم السرطاني. على تباطؤ نمو الورم دوت. وبالتالي انت كده حددت، يعني مش هقول لك ان هو بيعالج الكانسر بنسبه 100%، انت حددت. يعني عملت زي ايه؟ زي حصار التنين. احنا بنقول عليه حصار التنين في الابر الصينيه. انت عملت حصار تنين، تمام؟ عمل على تباطؤ الورم دوت، وفعلا عمل على انت حددت مكان ما انتشرش في الجسم. يعني هو حجم الورم السرطاني، دي حاجه مهمه، وقلل من نموه. الحقن بسم النحل في الاورام السرطانيه ده، سواء حميده او خبيثه، في المنطقه الاريا اللي هي بيبقى موجود فيها الورم السرطاني، بيحجم انتشار الورم. ده رقم واحد. رقم اتنين، بيساعد على ضموره والتخلص منه. معانا صوره برضو لالام وخشونه الركبه. ناس كتير بتعاني من الام وخشونه الركبه وبتتجه التهاب المفاصل برضه. اشرح لنا كده استاذه داليا. نفس الحكايه، احنا حوالين الركبه بيتم الحقن. بحقن فوق الركبه. انا بس عشان حوالين الناس تبقى عارفه المواضيع دي، انا اشرح اكتر في حتة المفاصل دي. احنا بنضرب فوق الركبه وتحت الركبه، وعلى جانبي الركبه. تمام. ده بيبقى فوق الرباط الصليبي بشويه، ولا بيبقى بيأثر عليه؟ لا، ما بيأثرش طبعا، ما بيأثرش على الرباط الصليبي، لان كلنا عارفين ان الرباط الصليبي هو حاجه حساسه جدا. أيوة ما ينفعش اضرب فيها انجكشن. تمام. يبقى احنا كده حضرتك كده بنضرب حوالين الركبه باربع اتجاهات. فوق وتحت ويمين وشمال. طيب الصوره الثانيه، احنا بنضرب فين؟ في الرقبه.
ولا لا في مش في الترابيس؟ الرقبه، حياتك هنا، حياتك هنا على جانبي سي سيف اللي هي اخر الفقره العنقيه يعني نقول الرقبه. الترابيس المنكبين. وتي 1 اللي هي برضك الامراض، واخر ال اخر القطنيه والمقعده ذاتها، بنضرب في الجزء الداخلي من المقعده سواء الجانب الايمن او الجانب الايسر. تمام، دي كانت صوره بالنسبه للي بيعانوا من التهاب المفاصل. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الامراض اللي بيعالج بيها سم النحل كتيره ومتشعبه، بنتكلم في الامراض اللي هي بالنسبه برضو معانا رفع الجهاز كفاءه الجهاز المناعي، معانا صوره برضو هنشوفها، دي برضو السم النحل فصل القص. ايوه، واسفل الظهر بتحط السم على فكره، حتى في الحجامه برضو النقطه دي برضو بتحفز دي جهاز بتبقى فين تاني معلش؟ منتصف عضمتي القص، القفص الصدري ده بيبقى فوق فم المعده، بتحقن فيها، بتحقن فيها سم نحل، او بيعملوا فيها برضو حجامه، دي بترفع المناعه. النقطه دي معروفه يعني، النقطه دي معروفه ان هي بترفع الحجامه. طب يا دكتور انا عاوز اعرف الاثار، مش هنقول اثار سلبيه، هنقول اثار جانبيه باستثناء اللي قلتي عليه موضوع اللسعان ده، او موضوع الاحمرار اللي هو هيصيب الجزء المحقون، في اي اثار جانبيه ظهرت في المدى البعيد او في المدى القريب على موضوع سم النحل؟ لا لا اصلا ظهرش. امراض متعدده بتتعالج؟ امراض متعدده ما عدا مرضى قلب. مرضى القلب دي حاجه مهمه جدا، اشمعنى مرض القلب؟ هل الموضوع ده بيأثر على آليته أو سيمتريته في الشغل؟ حضرتك ما تنساش إن أنت أول ما بتحقن المريض اللي قدامك بيعمل مع جهاز المناعة، لا هو وجهاز المناعة بيخشوا في حرب يعني. دلوقتي حتى حاليا لما حد يقول طب تعالي احقنيني، لا ما ينفعش أحقنك، ما تخرجش من البيت، اقعد في البيت، أنا بأثر على جهاز المناعة بتاعك. طيب. لسه بيبقى في حرب بينه وبين جهاز المناعة، يعني هو في جسم داخل غريب، في حاجة داخلة غريب لغايه مرحله تستقر، تاخد يوم او يومين. يعني انا دلوقتي بعد ما بحقن انا يعني لا، في الاجواء دي، في الاجواء اللي احنا فيها دي، لا انت تحقن ما تطلعش، مناعتك بتقل اول يوم. مناعتك بتقل اول يوم. طب طبعا. يعني دي صوره برضو في المعمل نفسه، الادوات اللي هي بتستخدميها مع العلاج بسم النحل. عاوز برضو اسال حاجه تاني، طيب احنا دلوقتي هنحقن النهارده، تمام، كل فترة الراحة البينية اللي هي بتبقى بعد الحقن بتختلف من مرض للتاني او من استخدام للتاني؟ يعني هل لو انا بحقن علشان خاطر مثلا روماتويد هاخد 3 ايام، ولو بحقن عشان خاطر مفاصل هاخد 4 ايام، ولا هي كلها فترة لا بينية واحدة؟ هو بيختلف في الاماكن، بيختلف في البوينت بس، بتختلف في البوينت بس. بحقن 5 ايام بعد كده بياخد راحة 4 ايام بعدين ببدأ احقن تاني. طيب انا دلوقتي بعد ما حقنت، تمام، وخدت الثلاث ايام بتوع الراحه، بطلع وبتعامل عادي وبخرج، وبيبقى مفيش اي مشكله عندي في الجهاز المناعي، ماذا لو الالم ده رجع تاني؟ يبقى مشكله في مناعتي، ولا مشكله في طريقه الحقن، ولا مشكله في المرض اللي عندي، ان المرض مش مستوعب او مش مستجيب لسم النحل؟ اتعرضت لحاله زي كده، ان حد مثلا حقنتيه وبعد اسبوع جه وقال لك لا ده انا عندي مشكله في نفس الاريا؟ لا لا، ما هو مش هيجي بعد اسبوع، حضرتك الفايل بتاعه، في فايل بتاع المريض ليه فايل بياخد فتره معينه من العلاج، ما هو مش هيجي لي بعد اسبوع. بس عامه ما جاليش صراحه حاله زي كده، يعني الدنيا منظمه عندك في المركز، الحمد لله، كل حاجه ليها فايل، والبيشنت اللي بيجي بتحددي له الاستشاره على حسب مرضه، يجي لك بعد قد ايه؟ لا بيجي لي بعد 15 يوم. بيجي لك بعد 15 يوم، تمام. طيب معانا فيديوهات، هنطلع بفيديو وحضرتك هتعلق لنا عليه، فيديو هيظهر دلوقتي على الشاشة، يلا بينا نشوف. علق يا دكتور. دي حجامة، دي الحجامة، الحجامة التشريحية. دي حجامة تشريحية للظهر، تمام. بص حضرتك التجمع الدموي، مجرد ما حطيت الكاس عامل ازاي، تجمع دموي، مجرد ما حطيت الكاس تجمع دموي. كنت بتحقني ايه؟ كنت بتحقني بايه؟ ولا هي الحجامه؟ لا ده مش ده مش ده شفاط، ودي كاسات حجامه عاديه. دي كاسات حجامه. ايوه ايوه. بنحقن وعلى فكره احنا ممكن برضه نعمل التجمع الدموي زي ما هو كده، وبدل ما نشرط بمشرط بنشيل الكاس وبنحط نحله.
والنحله تقرص، بتقرص في المكان اللي انت بتحدده، فالدم الفاسد كله يطلع. لا ده مش الدم الفاسد، ايه النحله بتقرص في المكان ده اللي انت بتحدده لها، ده اللي فيه التجمع الدموي ده. برضو دي عمليه حقن، برضو اسمها حقن مع الحجامه. يعني حجامه يعني مع حقن. يعني انا ممكن استخدم الحقن مع الحجامه؟ طبعا، يعني تمام. الحجامه بتحط نحله بدل المشروط، بحط نحله. تمام، كلنا عارفين طبعا الحجامه واهميتها وفوائدها. تمام. وناس كتير اتكلمت عن الحجامه وفوائدها، سواء كانت تشريحيه منها او في ظهر في الفتره الاخيره حاجه اسمها الحجامه الحراريه. حراريه دي برضو ليها تاثير حجامه مهم تجميليه في مجال الطب التكميلي او الطب الحديث. تمام. طيب احنا دلوقتي في صدد فيروس كورونا، ربنا يعافينا منه ويزيح عن البلد. بس بيقولوا لي معانا فيديو كمان، هو الفيديوهات كتير النهارده. عاوزينك تعلق لنا على الفيديو ده يا شروق الناريه. دي حضرتك ايه النار دي؟ دي ولعت في المريض. ولعت في المريض؟ يعني انت بقى الاكشن، انت اكشن بقى، عامله سسبنس. ولعت في المريض. ولعت في المريض. ايوه. دي حاجه جميله. طفيتي النور بقى علشان خاطر الاكشن يبان؟ عشان ابين لكم النور. ده ايه ده؟ انت عملتي ايه؟ التاول دي الفوطه دي فيها ايه؟ دي لا، دي في الاول بتبقى عمليه مساج. ماشي؟ هو بيشتكي من ظهره. البيشنت ده كان بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من ظهره. تمام. واحده واحده بقى كده اشرحي لنا، عشان الناس كده هتفتكر ان احنا قلبنا كده على ايه؟ على فقره الساحر. لا 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 خالص. عملت له مساج. ماشي، بستعمل زيوت معينه في المساج. بعد ما عملت المساج عملت حاجه اسمها فوطه ناريه. الفوطه الناريه دي بتبقى مشبعه ايه؟ هو بستعمل فوطين، بشكير كبير وفوطه عاديه. تمام. ماشي، الفوطه العاديه بنبلها ميه، ميه نحطها ونحط عليها سبيرتو كحول. كحول. ماشي، وببدا اولع زي ما انت شفتني كده. تمام. بنشعل النار. ده بيسحب، لان انت في الظهر عندك من ورا منافذ الجسم كله. ايوه طبعا، الديو بتاعك منافذ الجسم كله. فمجرد ما بتعمل كده بيسحب الرطوبه كلها. حلو. بيسحب الرطوبه، يعني عايز بس هو بيحس ان الدنيا دافيه عنده، ما بيحسش ان في نار مولعه. في بشكير مبلول. هو اول ما بيقول لي خلاص بدات احس ان في نار، في حاجه، خلاص ببدا اطفيه. يعني هو بيبقى صاحي معايا، ركز معايا، ببدا بقى اطفيه. يعني هو بعد ما عملتي له السيشن بتاع التدليك، عملتي له الفوطه ديت، الفوطه الناريه اللي بتسموها كده. الفوطه الناريه دي بتبقى على طبقتين. طبقه اولى ميه سخنه، والطبقه الاولى ناشفه جافه خالص. الطبقه الاولى جافه خالص، هي بتوصل لها حراره بس. بس تانية ميه سخنه بتبقى معصوره كويس، وبعد كده بيبقى الفوطه الثانيه. انا بس عشان الناس تبقى فاهمه بالتفصيل، كمان بيستعملوا السبا، يعني الاحجار. ما احنا ساعه برضو الاحجار. طبعا انا بشتغل بشتغل بالهوت ستون عندي. ايوه في ايوه، انت بتستعمل بقى نفس الحكايه. انا بشتغل بالهوت ستون وبشتغل ساعات بالبرافين. تمام. التاولز اللي هي بتبقى غرقانه او مغمسه بالبرافين. تمام. معانا مداخله تليفونيه، الاستاذه سوريا من الغربيه. مساء الخير يا استاذه سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي الجيش وبحيي شعب مصر على كل حاجه حلوه عملوها، وعلشان النار المنتشر ده، وبحييكم برضو. ربنا يخليك. وعايزه اسالكم على حاجه، هل العلاج ده يخش في الخشونه برضو ولا لا؟ لسه كنا بنتكلم من شويه يا سرية، بنتكلم على خشونة الركبة. ان كان في صورة لو كنت متابعنا من اول الحلقة وهنعرضها لك تاني، احنا بنعالج سم النحل، بيعالج خشونة الركبة وامراض المفاصل والروماتيزم والروماتويد والامراض الجلدية وامراض الجهاز التنفسي. كل دي علاج لامراض متعددة بنقدر ان احنا نستخدم بيها سم النحل. الصورة هي هتطلع لك دلوقتي يا سرية، لو شايفه معانا الصوره اهي موجوده. البوينتس اللي بيبقى العلاج فيها، عندنا هي الركبتين موجودين، وعندنا الكتف من فوق، والقطنيه اللي هي بتبقى اخر الظهر، والمقعد. اي استفسار تاني يا سرية؟ لو سمحت اتفضلي معاكي. يا ريت بس توطي التلفزيون يا سرية وتسمعينا من التليفون. الدوالي ليها علاج غير العمليه؟ الدوالي ليها علاج غير العمليه؟ هو السؤال ده ليه اجابتين، هنجاوبك عليه دلوقتي. حاضر، شرفتي باتصالك يا استاذه سرية. الدوالي ليها علاج غير العمليه؟
ليها علاج. هي الدوالي على حسب، دوالي في البدايه اللي هي شعيرات دمويه، ولا دوالي اللي هي احنا ما سالناهاش ان هي في انهي مرحله. لو هنقول مثلا لاسوا الظروف المرحله الثالثه، بس هي برضو الدوالي برضو بتحقن لها، وبرضو ليها حجامه، يعني اللي هي في الاول الشعيرات، انما الدوالي اللي هي لا طبعا ما فيش. طيب خلينا نبقى ادق شويه، انا برضو هجاوب اجابه ثانيه لسوريا. الدوالي يا سوريا ليها ثلاث طرق. لو هي مرحلة أولى لسه في البداية، بنستخدم معاها سيشنات مساج ميديكال، تدليك علاجي، بيستخدم بزيت معين وبدرجة حرارة معينة، وبتعملي سيشنين ثلاثة في الأسبوع على حسب الحالة. أدي لو مرحلة أولى. لو مرحلة تانية متقدمة شوية، في بروز في الدوالي وكتيرة في الرجل، بيتم استخدام الحجامة زي ما قالت الأستاذة داليا، وبيتم استخدام معاها السم النحل. لو مرحلة ثالثة متقدمة، ودي بتبقى أسوأ مراحل الدوالي، بيبقى فيه تضخم أو انتفاخ في حجم الدوالي نفسها في الرجل، وبتكتر في من أسفل السمانة أو في محيط السمانة، دي بيتم استخدام معاها، وصلوا الحل دلوقتي في ألمانيا وابتدأ تطبيقه في مصر، إن بيتم علاج الدوالي عن طريق الاستئصال. بيجمعوها كلها في بؤرة واحدة، وبيتم فتح على جانب الرجل، وبيتم استئصالها زي بملقاط كده أو بإنجيك معين، بيتم استئصال الدوالي اللي بتبقى في القدمين. نرجع لموضوع سم النحل. معانا برضو مداخلة، معانا الأستاذ محمد من الفيوم. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ محمد، معاك يا فندم اتفضل. الله يخليك. عايز لو سمحت بس استشير الدكتوره كده، في عندي حاجات كده في الغضروف وفي رجلي الشمال. عندك في الغضروف وفي رجلك الشمال، تمام. ايوه. عملت اشعه وتحاليل ولا مكسر؟ يا فندم رنين كده بيقول لي عندك ان في فقرات في الرابعه والاولى والثانيه وخشونه في رجلي الشمال يا فندم. ماشي يا حاج محمد، اي استفسار تاني الدكتور هتجاوب عليك دلوقتي. ماشي يا فندم، عشان لو كان كده بس اشوف هي اروح لها ولا كده. تابعنا في الكنترول يا فندم، تابعنا الاولى والثانيه والرابعه وخشونه في ركبته الشمال، ناخدها واحده واحده كده. تمام. ايه موضوع بقى الغضروف؟ الغضروف هو الاول احنا لازم نشوف الاشعه، تمام، ونشوف التشخيص، عشان احنا مش من حقنا ان احنا نجاوب على حاجه. هو الدكتور بيقول له ان هو عمل اشعه، تمام، الدكتور عمل له اشعه اكيد رنين مغناطيسي علشان تجيب السلكت نفسه او السكشن اللي هو بيبقى فيه السبازم نفسه. تمام. وحضرتك بيتم الحقن، وبناء على الحقن بيتعامل معايا لمده شهر، وهو نفسه بيحقن. بتحقني في الفقره نفسها؟ لا مش في الفقره نفسها، على جانبي. على جانبي الفقره؟ طبعا. تمام. مش في الفقره نفسها. تمام. وهو بعد شهر بيحس بتحسن. يعني ان احنا هنقول احنا هنحقن له. طيب هو عنده ثلاث مشاكل، عنده اربع مشاكل في اربع مناطق. خلاص الخشونه دي احنا عارفين الخشونه، يعني 99% ما شاء الله. 99%. تمام. انا دلوقتي بتكلم على الام العمود الفقري. انا برضو عايز اسال سؤال مهم. لو انا دلوقتي جاي لك زي الحاج محمد، تمام، عندي مشاكل في ثلاث مناطق، تمام، عندي في الاولى وعندي في الرابعه، تمام، وعندي في الثانيه مثلا، تمام، وعندي في الركبه، وجاي لك هتحقني لي الاربع مناطق في نفس الوقت، ولا هيبقى في راحات ايام ولا ساعات، ولا هتحقني لي كله في وقت واحد؟ فهميني كده علشان الموضوع ده. هو الاول هعمل لك اختبار حساسيه. هتعمل لي اختبار حساسيه بدون تحسس. تمام. بعد كده هبدا اتعامل معاك، يعني ايه المكان اللي تعبك قوي هبدا اتعامل معاه. هتبتدي الالم من الاصعب. الاصعب فالاسهل. فالاسهل تحمله. تمام. وكمان في حاجه انا عايز اقولها، يعني هو في هنكمل الإجابة، بس أستأذنك هنطلع مداخلة مع الأستاذ رجب من الأقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ رجب. تحياتي ليك يا فندم، وتحياتي للدكتورة، وتحياتي لفريق إعداد برنامجكم يا فندم محترم. تحيات البرنامج كلها لأهل الأقصر الكريم والصعيد كله. أنتوا عنيك كم مشاهدة، خلي بالك في الصعيد عندنا، يعني لأن بنستفيد بحيات كثيرة منكم يا فندم. نتشرف بيك يا فندم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم. بالنسبه يا فندم، كنت عامل عمليه في القنوات العصبيه الشوكيه، وكان عندي انزلاق غضروف برضك في الرابعه والخامسه، وكان عندي في العنقيه برضك اثنين، فمعاي رجلي اليمين كلها مولعه نار يا فندم. لا سلامتك، الف سلامه. الله يسلمك، فيا ريت يعني عاوز حاجه يعني النار دي تشيلها يا شيخ. القنوات العصبيه؟
بتقول حضرتك المشاكل اللي عندك في القنوات العصبية؟ عملت عملية في القنوات العصبية الشوكية، تمام، في العنقية من ورا، تمام، بس برضو السخانة رجلي دي سخنة نار. يعني هو مأثر على رجلك؟ وسخنة نار يعني ما حطيتهاش في مية ساقعة. طب في متابعة أو في تأهيل بعد العملية يا حاج رجب والله ولا؟ أنا سني 63 سنة بصراحة، بعد ما عملت العملية قال لي في عملية في العنقية تاني فقرات برضك، ربنا يديك الصحة يا فندم. اللهم امين. فبصراحه تعبت يا سيف، عاوز النار دي، يا ريت طبطت. الحمد لله بصلي وتمام. حاضر. بس ايه سخونه نار. حاضر، هنجاوب على الله حضرتك يبارك دلوقتي وربنا الله يشفيك يبارك ويعافيك يا حاج رجب. تحياتي لاهل الاقصر. طيب شرفت يا فندم. الله يبارك فيك. العنقيه عنده عمل عمليه في القنوات العصبيه اللي في العنقيه، تمام، وبيقول لك عنده رجله اليمين فيها يبدو ان هو التهاب او سخونه، فده مأثر له على حركه المشي. ايه الرابط ما بين الاثنين؟ او في مشكله مفقوده هو ما قالش عليه؟ احنا نبتدي بمشكله القنوات العصبيه اللي في العنقيه. بنحقن في العنقيه. بنحقن في العنقيه. عندنا 7 فقرات. ايوه تمام. طيب والرجلين، هو الرجل بالكامل. بنحقن. معانا مداخله من الاستاذ احمد من الجيزه. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك. أهلا أستاذنا، منور الشاشة وكل سنة وأنتم طيبين. ربنا يخليك وحضرتك بألف صحة وسعادة. معاك يا فندم. أنا عندي مشكلة في الرابعة والخامسة. وكل المشاكل اللي أنا عايز أقول لسه كنت أقول الكلمة دي. أنت كام سنة يا أستاذ أحمد؟ 36. 36، أنت لسه في عز شبابك يا راجل. الحمد لله على كل حال. الرابعة والخامسة مالهم يا أستاذ أحمد؟ عندي فيهم غضروف. تمام. وكنت عملت إشعة في 2015 والدكتور قال لي إن هو الغضروف في المرحلة الثالثة ومش محتاج عملية. تمام. وبعد كده مشيت بالعلاج فترة لحد دلوقتي وتعبت بقى جامد، عملت إشعة تاني ورحت لكذا دكتور، فيهم اللي قال لي محتاج عملية وفيهم اللي قال مش محتاج، يعني ما بين بين، يعني في رأي كده وفي رأي كده. يعني من بعد 2015 ما عملتش أشعة تاني؟ لا عملت دلوقتي، عملت السنة دي، يعني عملت السنة دي أشعة من حوالي شهر. انقسمت الاراء، ناس تقول لك هتعمل عمليه وناس تقول لك مش محتاج عمليه وكمل بالعلاج. تمام، مظبوط كده. تمام يا فندم. عايز اخد راي الدكتور بقى، تقول لي اعمل ايه، ولو احتاج مثلا حقنه او حاجه تديني بعد استاذ حضرتك زمايلنا في الكنترول يدوني العنوان او تابعنا في الكنترول وهنرد عليك دلوقتي يا استاذ احمد. شكرا ليك على مداخلتك الجميله. جدا الناس كلها عندها مشكله. الرابعه والخامسه هي دي المشكلة. بس هو هنا محتار، هو هنا دكتور يقول له هتعمل عملية هو يجرب الأول. تنصحيه بإيه؟ أنصحه اللي هو يجرب الأول الطب الطبيعي أو الطب البديل. تمام. مفيش منه أي آثار جانبية، وبعد كده ما حسيتش إن تحسن هتعمل عملية، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في تحسن. في حاجة في مداخلة ولا أتكلم؟ لا لا كملي كملي. في حاجة بس أنا كنت عايز أقول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفينا قول الله سبحانه وتعالى، مثلا يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه وفيه شفاء للناس، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان احنا نتفكر في خلق الله. سبحان من انزل من السماء ماء واخرج من الارض الغذاء واخرج من بطون النحل دواء. طبعا احنا متفقين. يعني انت عندك حاجه البروبليس. البروبليس ده اقوى مضاد حيوي اتعرف لحد دلوقتي. تمام؟ يعني ما سالوني في موضوع الكورونا. البروبليس ده ممتاز. غذاء الملكات. حبوب اللقاح. تمام. خبز النحل. طبعا خبز النحل ديت مش كل الناس تعرفه. خبز النحل، الحاجات دي كلها ممتازه. يعني الايام زي الايام دي دلوقتي مثلا يقولوا طب احنا عايزين نحقن عشان كورونا، طب ما نجيب عسل وبروبليس ونقوي جهاز المناعه عندنا ومضاد حيوي ناكل. تمام. والله يا دكتور هو الموضوع الموضوع اوسع واكبر واعمق، وانا عندي مداخلات كتير بس للاسف وقت فقرتنا خلص، بس الكلام لسه ما خلصش. وان شاء الله الدكتوره داليا هتبقى معانا فقره ثابته ان شاء الله، وهيبقى في مواضيع تانية كتير هنتكلم فيها على موضوع العلاج بسم النحل وبالطب البديل، مش مجرد سم النحل بس، لا احنا هنتكلم في كل مواضع الطب البديل. اتشرفت بالباحثة الجميلة داليا عرابي، وان شاء الله اللقاء هيتجدد تاني وهنتكلم عن سم النحل والطب البديل التكميلي.
خلصت فقرتنا، بس برنامجنا لسه ما خلصش. هنطلع فاصل صغير وهنرجع نتكلم عن موضوع الساعة، وهو شم النسيم ايكوال كورونا. انتظرونا.